الخصاص نيت تفضل يلا لا بس عليك
شكرا بارك الله. صحة وراحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما تتبعتم اليوم نحن كنا حاضرون في ذكرى عيد الاستقلال بعمالة إقليم سيدي بنمور، وكانت مناسبة من أجل توزيع مجموعة ديال السيارات ديال النقل المدرسي. هذه المبادرة كانت مبادرة حميدة، حيث تم اقتناء 33 سيارة من طرف المجلس الإقليمي لإقليم سيدي بنمور، وداخلة في إطار تشجيع الوحدات القروية على التدرس والحد من الهدر المدرسي. قام السيد عامل الإقليم بتوزيع هذه السيارات على 25 جماعة، حيث كان المجموع هو 25 سيارة، وبقيت 8 سيارات اللي بقاو الآن بالعمالة في انتظار ما يتم اقتناء دفعة أخرى من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطبيعة الحال من طرف السيد عامل الإقليم، اللي غادي تكون دفعة ثانية. وهذا الشيء داخل في إطار كيف قلت الحد من الهدر المدرسي وتشجيع وليداتنا وبنياتنا داخل الجامعات القروية، لأنه كنعرفوا المعاناة ديال هذا القطاع داخل الجامعات القروية بالخصوص. وداخل هذا البرنامج كيف قلنا من أجل مساعدة هذه الجامعات، لأن الكل كيعرف هذه الجامعات القروية ميزانيتها لا ترقى إلى سد الخصاص في مختلف القطاعات. واما بالنسبه لهذا القطاع ديال النقل المدرسي، هو كاين معاناه داخل بلادنا بصفه عامه، ولكن داخل الاقليم ارتئينا باش نديروا هذه الدفعه اللي كانت دفعه جيده، اللي كيف قلت غادي تحد من الهدر المدرسي وغتشجع على التمدرس داخل الجامعات القرويه.